طب حفيظ سيد واقف جنبه ايام ال... ولسه بيقول حاجه. والله يا كابتن سيد يعني ثانيه بس يا كابتن سيد، حضرنا بس في الموضوع ده يا كابتن سيد، ده لسه كان بيمثل حاجه كده. بقول لهم يعني كابتن سيد والكلمات المقصوره بتاعته على مدار الموسم الدوري، يعني خلي عندك نفس طويل لما تقول حاجه تبقى قدها. الكلام ده كله النادي الاهلي فعلا لما بيقول حاجه بيبقى قدها، يعني فعلا زي ما انت شايف. يمكن النهارده دي يعني مش بالنسبه لنا الحمد لله حاجه عاديه، الاوضه اتفتحت، مين هيبدا اشتغل اللي بعده، فاهم كابتن سيد حفيظ؟ الدوري خلص، انت هتخش في افريقيا، هتخش في كاس، يعني ده النادي الاهلي، فاهم؟ فانا عايز اطمن الناس، اولا بقول لهم الف مبروك تاني للدوري، الف مبروك النهارده لجهاز الكوره، وطبعا دي برده مش يعني دي بدايه مع الكوره ان شاء الله باذن الله، واحنا مستمرين على المستوى الرياضي ومستمرين على المستوى الاجتماعي ان شاء الله. شاطر كابتن سيد، لكن لازم اخد منه تعقيب يا كابتن سيد في البدايه، يعني حابب تقولي على المنشاه المميزه جدا. انا عارف ان النادي الاهلي بيطمع في اكتر من كده، لكن البدايه مميزه ومبشره جدا يا كابتن. طبعا يمكن حاجه تشرف بجد، يعني يمكن حاجه تليق بمكانه النادي الاهلي وسعادة اللعيبه في بتواجدهم في اليوم ده كبير قوي. خلينا زي ما قال محمد بيه، ويعني انت في الاول والاخر مطالب باشياء كبيره جدا، فيها حاجات بالتاكيد حاجات جميله وتسعد جماهير النادي الاهلي، لكن في شغل اكتر. يعني السنه اللي فاتت بكلها بحلوها ومرها بكل ما فيها خلاص انتهت، بقت شيء في الماضي، يعني علينا ان احنا نشتغل علشان اللي جاي باذن الله. شكرا محمد بيه. شكرا بنشكرك.